بالنسبة إلي البطل اللي حيحل كل المشاكل للعالم كله مش بس إلي هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بقية الله هو إنه آخر إمام من الله، هو إمام زماننا اللي هو يحقق لنا كل الأحلام المستحيلة، وحيصير العالم كله بيحبه قد ما هو شخص كتير منيح. فبحب قله إنه يا رب تضليك دايماً حوالينا لتنشر العدل والسلام بالكرة الأرضية كلها، ونكون كلنا شعب واحد متعاون. إذا ظهر الإمام إنه نحنا حنكون إنه ما في أوصف الشعور اللي فيه أقوله، يعني اللي حنحس فيه إذا ظهر الإمام. الظلم إنه حيروح وحيتم النور على كل الكرة الأرضية بأجمعها، وكل الناس كل الناس حيحبوا للإمام وحيتبعوا ديننا. إذا أي إنسان ما له دين معين وشاف الإمام المهدي حيحبه، لأنه حيشوف الكرامة اللي عم بيعيش فيها وعم يحكي مع الناس. نحن كفتيات إنه فينا نمهد لظهور الإمام بالعلم. إذا أنا تعلمت وإنه تعلمت واجتهدت، أكيد هيدا الشيء حيخدم الإمام المهدي، لأنه هو كل صفاته حلوين وأنا بحبهم. بقول للإمام المهدي إنه بدنا إياك تجي بأسرع وقت، خاصة بهيدي الأوقات. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المؤمل لأحياء الكتاب وحدوده؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ بحب أكثر شيء ظهور الإمام المهدي. أنا مشتاق للإمام المهدي وحابب أقول له هالرسالة. شوقا إليك وفي يمينك بيرق، ومنازل الدنيا بوجهك تشرق. يا أيها المهدي يا ابن محمد، يا من بنهجك سؤلنا يتحقق. أقبل إمام العصر أصلح حالنا، واغمر تصحرنا بغيث يورق. سنظل ندعو الله جل جلاله، فرجا لآل محمد يتحقق. صلوا على الهادي البشير وآله، فصلاتكم لابن البتول تألقوا.